ايه اكتر جملة مامتك مشهورة بيها في البيت؟ جاتها نيلة اللي عايزة خلف على طول. ممكن روح ربنا ياخدك مثلا حاجة كده يعني. لا بس يعني بيبقى هزار يعني. ما تتأخرش على طول وبتأخر برضه يعني. ما تتأخرش وبتأخر اللي هو طب لو جيت وجبتهولك الحاجة تبقى ضايعة وهي متأكدة انها تلاقيها وبتلاقيها فعلا. ما عرفتش اربي دايما بتقولها لي ده. هو مثلا في مثلا لو انا نازل كده اللي هو ترجع بالسلامة مثلا دي على طول. ممكن بقى ايه هات فين ومذاكر كفاية لعب كفاية كده يا غلس. للأسف ماسك عليا الكلمة دي كل ما اعمل حاجة تقول لي يا غلس. ايه اكتر اكلة مامتك بتعملها وانتوا مش بتحبوها؟ اكتر اكلة القرنبيط. انا ما بحبوش ابدا. بتعمل لنا سمك وكل مره تقول لي السمك بيزود الذكاء وانا اقول لها مش بحبه تقول لي طب ليه مش بتحبيه ونتخانق بقى. كل الخضار خصوصا الكوسه. القلقاس اكله صعبه قوي. ما والله يعني ما حاجه مش مفهومه لا منه بطاطس ولا منه ولا منه اي حاجه. العدس. لا هي بتعمل كله حلو الصراحه بس انا ما بحبش الكوسه. هي بتعملها حلو بس انا ما بحبهاش يعني. البطاطس. السبانخ. البشاميل. نفسي تبطلها. اكتر اكل السمك. اقول لها كل سنه وانتي طيبه وكل سنه وانتي معايا وكل سنه وانتي اجمل امه في الدنيا. اقول لها كل سنه وانتي طيبه وكل سنه وانتي بتعملي سمك وانا مش بحب السمك وموجوده معانا ومبسوطه. اقول لها كل سنه وانتي طيبه وهي وحشتني فعلا. اقول لها كل سنه وحضرتك طيبه ويا رب ما يحرمني منك وكل سنه وحضرتك معانا ان شاء الله. كل سنه وانتي طيبه وربنا يخليكي لينا دايما تكوني معانا على طول. كل سنه طيبه يا احلى امه في الدنيا يا اطيب واحن صاحبه ليا في الدنيا.